بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في درس عجيب جدا وغريب، والكثير من الناس تجهل هذا الموضوع. مذكور في القرآن حركة الجبال، حركة أن الجبال التي نحسبها جامدة لا تتحرك، تبين العلماء أنها في حالة حركة دائمة بمعدل عدة سنتيمترات كل عام. هذه الحركة الخفية أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى ليؤكد لنا أنه خبير بما نفعل. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، سورة النمل آية 88. هذا يدل على أن حركة الجبال مذكورة في القرآن أيضا، واكتشافات العلماء تشابه الآيات المذكورة في القرآن، والله أعلم.